صدر قراري الملكي لأن أمر العفو لأجلك أمر وهمي، فدموعك صارت لي شهدا وصراخك أغاريد صباحي البكري. شدي أوتار أنينك، اظبطي الكلام، متعي أذني بصوت شجي، ابكي وفيضي علي دموع غرقينا، فاليوم ينام الشجر اليابس مروي. تعالى ضحكات العامة من أجل عذابك، فعذابك صار أفضل عرض كوميدي، ووعودي بتكرار الدعوة أمر بات الفصل لأجله أمر مقضي، فالصفعة بصفعة بل أقوى، فأنا لست بقديس ونبي، فما؟